الحمد لله كفاره الغيبه ان تتحلل منه وتطلب المسامحه فان لم يمكن فان تذكره بالخير كما ذكرته بالشر وان تستغفر له وتثني عليه وتدعو له وكذلك فان مجاهد رحمه الله قال كفاره اكل لحمك اخيك ان تثني عليه وتدعو له بخير و الصحيح انه لا يحتاج الى اعلامه ولا يجب عليه اذا خشي المفسده